منتصف النهار في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة على شاشة نيل. أهلا بكم. مرحبا بكم، والبداية بالعناوين. إيران تتوعد ساحق على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد، وواشنطن تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورا. اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي لبحث تطورات الأزمة الليبية، ويحدد مجموعة من الإجراءات للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري. واجتماع مغلق اليوم لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية. أهلا بكم من جديد. دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين في ضربة صاروخية أمريكية قرب مطار بغداد. في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام لمقتل سليماني، كما أعلن الحداد في البلاد 3 أيام، فيما ارتفعت حصيلة الضربة الأمريكية إلى 12 قتيلا، من بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ذراع إيران العسكري في الخارج، تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية بضربة صاروخية ليقتل، ومعه أبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي وآخرون. أدت بقرار من الرئيس الأمريكي لتستهدف موكب سليماني قرب مطار بغداد، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الضربة جاءت لردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل، واتهمت سليماني بأنه نسق هجمات استهدفت وافق على مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد. وتأتي الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة بعد ساعات من تحذير لوزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، قال فيه إن هناك مؤشرات على أن إيران أو قوات تدعمها ربما تخطط لمزيد من الهجمات، ورجح اتخاذ الولايات المتحدة إجراء استباقيا في هذا الشأن. وفور إعلان مقتل سليماني تعالى صيحات الوعيد بالانتقام في طهران، وتوعد مرشني بانتقام وصفه بالقاسي، فيما أكد وزير الدفاع الإيراني أن يده ستنتقم انتقام وصفه أيضا بالساحق. لم يكن سليماني مجرد قائد عسكري، فينظر إليه في إيران وخارجها على أنه مهندس العمليات الخارجية والمخطط لنفوذ إيران العسكري والسياسي في دول بالشرق الأوسط، في سوريا والعراق ولبنان واليمن. ولدوره البارز في السورية وصناعة ميليشيا الحشد الشعبي، أصبح سليماني شخصية محورية في سياق تمدد نفوذ إيران في الشرق الأوسط، حتى منحه خامنئي أعلى تكريم عسكري في إيران. من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته. واعتبر عبد المهدي ضربة الجوية خرقا في شروط الوجود الأمريكي في البلاد، مضيفا أن قتل سليماني تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم. هذا قد تجمع عشرات العراقيين الذين يشاركون منذ أكثر من 3 أشهر في حركة احتجاج ضد السلطات العراقية والنفوذ الإيراني في بلادهم صباح اليوم في ساحة التحرير في وسط بغداد، وكانوا يحتفلون بعد انتشار خبر مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، حيث رفع المتظاهرون أعلاما عراقية.
تبينت ردود الفعل الإقليمية والدولية على الضربة الصاروخية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني. فبينما رحب بعض الساسة الأمريكيين وحلفاء للولايات المتحدة بالخطوة، رأى معارضون أن اغتيال سليماني سيشعل فتيل الأزمة بين واشنطن وطهران على مسرح الشرق الأوسط. في الكونغرس الأمريكي رحب السناتور الديمقراطي كريس ميرفي بمقتل سليماني ووصفه بعدو الولايات المتحدة، بينما اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي سليماني بالإرهابي والذي تلطخت يداه بدماء أمريكية. في المقابل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن قتل الجنرال الإيراني يهدد بتصعيد خطير للعنف. من جانبها حذرت طهران على لسان وزير الدفاع برد ساحق على التصعيد الأمريكي، وأعلن القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي قيس الخزعلي قواته إلى اتخاذ وضع الاستعداد، بينما أصدر زعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرا باستئناف نشاطات ميليشيا جيش المهدي. ومع تصاعد المخاطر في العراق التي شهدت محاصرة السفارة الأمريكية من قبل أنصار الحشد الشعبي مؤخرا، طلبت السفارة الأمريكية في بغداد من رعاياها مغادرة العراق على الفور. في الوقت ذاته دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته. واعتبر عبد المهدي الضربة الجوية خرقا فاضحا لشروط الوجود الأمريكي في البلاد، مضيفا أن قتل سليماني تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة بل والعالم. وعلى المستوى الشعبي احتفل عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية والنفوذ الإيراني في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد بمقتل سليماني رافعين الأعلام العراقية، بينما تخوف آخرون من تبعات الهجوم الأمريكي. وعلى المستوى الدولي حذرت كل من روسيا والصين وفرنسا من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وعبرت عن مخاوفها من أن يكون مقتل سليماني مقدمة لتحول أكبر في المنطقة. ولمزيد من التحليل والمتابعة معنا هاتفيا الدكتور نبيل محمد سليم أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. يعني دكتور نبيل، كيف تقرأ السيناريو المقبل في العراق الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى ساحة للسجال وتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران، خاصة بعد مقتل سليماني والتهديد الإيراني بالانتقام، وأيضا مطالبة واشنطن رعاياها في العراق بالمغادرة وتحليق مروحياتها فوق سفارتها؟ يعني الإجراءات الأمريكية لم تبدأ بالبارحة، الحقيقة بدأت منذ أن خرج التظاهرات أمام السفارة الأمريكية وبعد أن فضت، وكانت التصريحات واضحة جدا من قبل المسؤولين الأمريكيين. كان من المتوقع أن تقوم الولايات بعمل ما، وفعلا يوم أمس بعد منتصف الليل فعلا وقع حادث استهداف اثنين من قيادي الحشد. الوضع الآن يعني لا زال مرتبك سواء في العراق أو حتى في إيران وفي منطقة بالتأكيد. لابد أن تكون هناك تداعيات من نوع ما، لكن أعتقد بعد يعني مرور شيء من الوقت كل الأطراف ستجلس وتفكر بهدوء في كيفية اتخاذ الخطوة اللاحقة، سواء كان من قبل إيران أو من قبل بقية المجاميع المستحقة أو من قبل الحكومة أو البرلمان أو الولايات الإقليمية والدولي. الإجراءات طبعا متبادلة ما بين الولايات المتحدة، شيء طبيعي أن تحذر رعاياها يعني أن تغلق السفارة لبعض الوقت، وبالتأكيد بقية الأطراف الأخرى أيضا تتصرف بحذر في هذا الوقت. نعم، طيب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعني وصف هذه الضربة الجوية الأمريكية بأنها خرق فاضح لشروط الوجود الأمريكي في العراق ودعا البرلمان لعقد جلسة طارئة. يعني توقعاتك، هل يمكن أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات تشريعية ربما تساهم في احتواء الوضع أو الحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته؟ نعم، يعني أنا أعتقد أن الأمر سيناقش بموضوعية الآن في الجميع في
الفضل. هناك نعم دعوات مختلفة لعقد جلسة طارئة للمجلس والتأكيد على خروج القوات الأمريكية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. هناك اتفاقية، والولايات المتحدة تعتبر أنها ضربتها لم تكن موجهة يعني لشخصية رسمية في الحكومة الإيرانية، وإنما إلى زعماء ميليشيات كما وصفتهم في بياناتها. نعم. طبعا هذه الأمور سوف تنعكس على مجمل ما يجري. طبيعي الحكومة العراقية يعني تعتبر هذا انتهاك للسيادة، ومن المؤسف جدا أن يحدث هذا في على الأرض العراقية وأن يزج العراق بمثل هذه المشاكل. لكن يعني يبدو أن قرار العراق أن يكون في أتون هذه الحرب بين الطرفين بحثا عن النفوذ في العراق وفي المنطقة. نعم، وللأسف يعني يدفع المواطن العراقي ثمن لهذا التدخل في شؤون بلاده، وهو ما كان أحد أسباب خروج التظاهرات في العراق واستمرارها منذ 3 أشهر وحتى اليوم. أشكرك دكتور نبيل محمد سليم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. فاصل قصير وبعده نستكمل معكم أخبارنا في هذه الساعة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات راهنة المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري والخارجي، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري. كما بحث الاجتماع المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم التأكيد على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية. كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة مقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسا على مذكرة تفاهم باطلة موقعة في اسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وحذرت مصر بحسب بيان الوزارة الخارجية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة على أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة. هذا وقد بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلا عن وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي، وذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالات شهدت توافقا في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها. قال رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيليريوس إن تركيا قررت غزو سوريا والآن تقوم بغزو ليبيا بعد أن احتلت جزءا من أراضينا. وفي حوار حصري لقناة نيل الأخبار أكد ديمتريس أن تحركات تركيا تخلق مزيدا من المشكلات وتقوض جهود المجتمع الدولي بترسيخ الاستقرار في المنطقة. قبرص لديها تجربة أفضل
من خلال الغزو التركي الذي تم في عام 1974، وكان هناك احتلال ل 37% من أراضينا، وتم نزوح ثلث السكان. نحن نرى من خلال هذه التجربة أن تركيا تخطط لأن تقوم بنفس العمل في سوريا، والآن يتم ذلك في ليبيا. وهذا التصرف وهذه العقلية وهذه التحركات من قبل تركيا لا يمكن أن تساعد وأن تحقق في رخاء المنطقة، إنها تخلق المزيد من المشكلات الكبيرة وتقود. وأضاف رئيس مجلس النواب القبرصي في حواره للنيل الأخبار أن تركيا لا تأخذ في اعتبارها الإجراءات المتحضرة، لذلك سيكون هناك تنسيق لفرض مزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن تركيا لا تأخذ في اعتبارها الإجراءات المهذبة أو المتحضرة، وعليه فإن الدول المجاورة تأمل في أن يكون هذه العقوبات لها فاعلية، وسوف يكون هناك تجديد العقوبات. وعلى استنكر بيان مشترك أصدرته قبرص واليونان وإسرائيل عزم تركيا نشر قوات في ليبيا، معتبرين الخطوة تصعيدا خطيرا في المنطقة. جاء ذلك بعد ساعات من توقيع الدول الثلاثة في أثينا على اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط المعروف باسم إسمغيل. يهدف المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا. ومن جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع ناظره التركي رجب طيب أردوغان من أي تدخل أجنبي في ليبيا. قال ترامب خلال الاتصال إن التدخل الأجنبي يعقد الوضع هناك. في الوقت نفسه اندلعت احتجاجات جديدة في مدينة بني غزة الليبية رفضا للقرار التركي. ومن جانبه قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا خلال مؤتمر صحفي إن المعركة في طرابلس ستكون سريعة وحاسمة. وأضاف الحويج أن حكومته تتواصل مع مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بشأن القرار التركي. توقفت اليوم حركة الملاحة الجوية بمطار معتيقة، المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية طرابلس، حتى إشعار آخر بسبب سقوط صواريخ قرب منه حسب ما أعلن مسؤول بالمطار. وجرى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة، ولم يتضح حتى الآن سبب سقوط الصواريخ الذي أدى لإغلاق المطار اليوم. تنديد ليبي ودولي واسع بقرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا. ففي مدينة بنغازي الليبية اندلعت احتجاجات شعبية للتنديد بالقرار الذي اعتبروا أنه يهدف لاحتلال البلاد. الأوطان ليست للبيع، وليبيا ليست نزهة للأتراك. عليك من تعرف هؤلاء الأتراك، ليبيا ليست نزهة، وعلى الشعب التركي وعلى الأحزاب التركية وعلى المعارضة التركية أن تتحرك، لأنهم سيعودوا في توابيت. ليبيا نار حمراء، وليبيا ليست سهلة، وليبيا ليست نزهة. الجامعة العربية اعتبرت القرار التركي إذكاء للصراع الدائر هناك وتجاهل لما تضمنه القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الثلاثاء من التجديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي خلال اتصال هاتفي من أن أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا. وفي بيان مشترك أكدت اليونان وإسرائيل وقبرص أن مشروع القانون التركي يمثل تصعيدا خطيرا في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا، وكذلك يهدد الاستقرار في المنطقة.
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس قبرص نيكوس إنستاتيادس في البيان إن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة في ليبيا، ويقوض على نحو خطير جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وسياسي للصراع الليبي. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس الوزراء. تختص هذه اللجنة بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي وما يتصل بذلك من المشكلات التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية. ووفقاً للقرار يكون وزير السياحة والآثار مقرراً لجنة الوزارية للسياحة والآثار، ويقترح موعد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية. هذا وقد مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروع لتنمية القرى الأكثر احتياجاً في محافظات مصر. كما نفى المجلس ما تردد حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة. يعقد مجلس الأمن الدولي عن مغلق اليوم من باريس ولندن ومدلب في شمال وقت سوري منذ 16 من ديسمبر ضرباتها على المنطقة بإسناد من الطيران الروسي. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة قد دعمت طلب فرنسا والمملكة المتحدة، ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تبحث دول مجلس الأمن مجددا خلال الاجتماع مسألة تمديد العمل بآليات إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى 4 ملايين شخص في سوريا. وينتهي مفعول هذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها النظام السوري في 10 يناير. أعلن الجيش السوداني تحطم طائرة شحن عسكرية بعد إقلاعها من مطار في ولاية غرب دارفور بالسودان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من 18 شخصا بينهم 4 أطفال. وأضاف الجيش في بيان أن الطائرة وهي من طراز أنتونوف 12 تحطمت بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، ويجرى تحقيق لمعرفة سبب التحطم. وقد شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اشتباكات دامية بين جماعات عرقية في الأيام الماضية، كما تشهد المدينة تواجدا عسكريا مكثفا في محيطها، حيث وصلتها تعزيزات أمنية هذا الأسبوع.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية تشكيلة الحكومة التي يرأسها عبد العزيز جراد، وهي أول حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تولى مهامه قبل أسبوعين. وتتألف الحكومة الجديدة من 39 عضوا، من بينهم 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، بينما تمثلت المرأة الجزائرية. أول حكومة في عهد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون يتم الإعلان عنها وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية يشهدها الجزائر. المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محمد السعيد أعلن تشكيلة الحكومة التي يرأسها عبد العزيز جراد، والتي تضم 39 وزيرا، بينهم 5 وزير، وأصغر وزير بها عمره 26 عاما، وهو ياسين وليد وزير المؤسسات الناشئة. واحتفظ 7 وزراء بمقاعدهم في الحكومة، هم وزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة والمجاهدين والشؤون الدينية والفلاحة. وانتخب تبون في انتخابات طالبت المعارضة بإرجائها لحين إبعاد كل طبقة الحاكمة عن السلطة، إلا أن تبون تعد إجراءات إصلاحية من بينها تعديل الدستور وإكمال مطالب الحراك في إطار من التوافق الوطني. الوضع الاقتصادي أصبح الآن يعد تحديا صعبا سوف تواجهه الحكومة الجديدة، كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية خلال المؤتمر الصحفي، خاصة أن معدل النمو بدأ يتعثر في الاقتصاد الجزائري، حيث توضح البيانات الرسمية أن 1 من كل 4 مواطنين دون سن 30 عاطل عن العمل، إلا أن تبوح العمل على وضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي. في تونس أعلن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي عن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين إثر فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية. وقدم الجملي تشكيلة الوزراء المرشحين خلال مؤتمر صحفي في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة عامة للمصادقة عليه. حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، هكذا وصف رئيس الحكومة التونسية المكلف حبيب الجملي تشكيلة حكومته الجديدة إثر فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية التي انطلقت منذ أكثر من شهر بسبب التكاذبات السياسية التي غلبت عليها. وقدم الجملي تشكيلة الوزراء المرشحين وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في انتظار موافقة البرلمان الذي سيعقد جلسة عامة السبت للمصادقة عليهم. وأنا عندي ثقة الحكومة ستمر وسيصادق عليها البرلمان اعتبارا لمصلحة تونس في تشكيل حكومة تتصدى للأوضاع الحالية بدون تأخير وبدون تأثيرات سلبية أخرى على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية. الحكومة الجديدة تضم 28 وزيرا، بينهم 4 نساء، وتم إسناد القاضي سفيان السليتي وزيرا للداخلية، كما عين القاضي عماد درويش وزيرا للدفاع، والهادي القديري وزيرا للعدل، والسفير السابق أخي الخارجية. الجملي الذي رشحه حزب النهضة كشف أيضا عن وجود تجاذبات بين الأحزاب التي دخلت معه في مشاورات حال دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة في مرحلة أولى. وينتظر التونسيون مهمة صعبة أخرى لا تقل عن المشاورات التي استمرت أكثر من شهر ونصف لتشكيل الحكومة، وهي موافقة البرلمان الذي يوصف بأنه برلمان معلق يتقدمه حزب النهضة ب 52 نائبا، يليه حزب قلب تونس الليبرالية ب 38 نائبا، والذي اختار البقاء في المعارضة ما سيعقد عملية منح الثقة للحكومة ويعول كثيرا على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد والدخول في إصلاحات كبيرة تشمل هذه الملفات، حيث لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية، حيث بلغت نسبة البطالة أكثر من 15% ونسبة التضخم أكثر من 6% ونسبة النمو بحدود 1.5%. والشهر الماضي اندلعت احتجاجات في مدينة جلمة وسط تونس انتهت إلى مواجهات بين سكان المنطقة وقوات الأمن بعد أن انتحر شاب حرقا احتجاجا على وضعه الاجتماعي في هذه المدينة المهمشة. نظم محتجون لبنانيون تظاهرة حاشدة أمام مقر البرلمان رفضا
لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وكثفت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب من تواجدها أمام الحواجز الحديدية المؤدية إلى مقر المجلس النيابي لفض أي احتكاك أو مواجهات بين المحتجين والعناصر الأمنية والشرطية. عام جديد يطل على لبنان وما زالت الأوضاع متأزمة. المتظاهرون غاضبون في الشارع اعتراضا على ما وصفوه بالمماطلة في محاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين. قطع الطرق ونصب خيام الاعتصام عاد مجددا إلى الظهور في الشارع اللبنانية، ما يؤكد تمسك المتظاهرين بمطالبهم رغم تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة الجديدة وتعهده بالعمل على تحقيق مطالب المحتجين وعلى رأسها تشكيل حكومة التكنوقراط من المستقلين. ورغم وعود دياب بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين، إلا أن شريحة كبيرة من المتظاهرين رفضوا تكليفه رئيسا للوزراء، مطالبين بشخصية مستقلة لا تنتمي لأي فصيل سياسي أو حزبي في لبنان. وكلف دياب أستاذ الهندسة الأكاديمي في بيروت بترأس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 من ديسمبر الماضي في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله اللبناني. ومنذ تكليفه تعهد دياب بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين تضم نحو 20 وزيرا بدلا من الحكومات السابقة التي كانت تتألف 30. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين تكنوقراط بعيدا عن الطبقة السياسية السابقة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومعالجة القضايا الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين. ومنذ انطلاق الاحتجاجات في 17 من أكتوبر الماضي لم يلقى المحتجون استجابة واسعة لمطالبهم الاحتجاجية سوى استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. متواصلون معكم ونتابع بعد الفاصل الاقتصادي. لبنان تؤكد أنها لم تلعب أي دور على المستوى الرسمي في قضية عملاق صناعة السيارات كارلوس غوسن القادم من اليابان. إنسان مسالم جدا، مش معنى مسالم ان انا مش مقاتل. مقاتل عندما تفرض علي القتال اقاتل باشرس ما تتصور. اعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن مصر مش هتتدمر. ومع أولى وقفاتنا في هذه الساعة وأخبار الاقتصاد بصحبة الزميلة مجدة القاضي. إليك مجدة. الزملاء كريمة وأحمد، شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية في البانوراما. وفيها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يستعرض خطة التنمية السياحية في إطار رؤية مصر 2030. مرحبا مجددا. أعلن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة والجيارة وحوش النخيل مناطق إعادة تخطيط. واستعرض الاجتماع مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة.
واجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار منخفضة. وخلال اجتماع لمتابعة الخطوات المطلوبة لتفعيلها، أشار مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، إلى جانب تحريك السوق والمبيعات ودعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإعادة تشكيل لجنتي حصر مشاكل مستثمري مطروح وتصرفات على أراضي الساحل الشمالي الغربي في لجنة واحدة. ووفقاً لقرار، يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أكد البنك المركزي المصري أن مبادرة دعم شركات القطاع الخاص الصناعي البالغة 100 مليار جنيه سيتم توجيهها إلى منح تسهيلات ائتمانية. وكان البنك المركزي أعلن في 12 من ديسمبر الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها وإيرادياتها السنوية 50 مليون جنيه بسعر عائد سنوي 10% متناقص عن طريق البنوك. حققت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 6.2 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات 706.7 مليار جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1.32%. وأضاف EGX100 الأوسع نطاقا ما نسبته 0.52% إلى قيمته. في تركيا زاد التضخم أكثر من المتوقع إلى 11.84% على أساس سنوي في ديسمبر، وبلغ التضخم 0.74% مقارنة مع الشهر السابق في ديسمبر، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49%. كان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا. في نوفمبر 2018 بلغ معدل التضخم 21.6%. وإلى أسواق النفط العالمية، حيث قفزت العقود الأجلة لخام برنت حوالي 3 دولارات اليوم لتصل لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما قد يعطل إمدادات الخام. وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل في أعلى مستوياته منذ 17 من سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 من الدولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بعد ما يعادل 3%. وارتفعت عقود الخام الأمريكي هي الأخرى غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.10% لتسجل 62.86 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 4 أشهر مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1543.5 دولار للأوقية. ويتجه المعدن الأصفر لحصد مكاسب أسبوعية بنحو 1.9%، والتي من شأنها أن تكون الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي. وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة على مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25، في حين 0.4%، مسجلا 982.66%. نهاية أخبار الاقتصاد في بانوراما. عودة إلى القراءة السياسية مع الزملاء كريمة الحلفاوي وأحمد فؤاد، فإليهما. شكرا لك مجدة على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد، ونستكمل مع حضراتكم أخبارنا السياسية. في الأعمال في لبنان يزبو صعب بأن لبنان لا يلعب أي دور على المستوى الرسمي في خروج رئيس شركة نيسان المعزول كارلوس غصن من اليابان. من جانبه، أكد غصن أنه تولى بمفرده تدبير خروجه المفاجئ من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي.
في الوقت الذي تسلم فيه لبنان من الانتربول نشرة حمراء بشأن قطب صناعة السيارات، أكد قبل فيرينو نيسان ميتسوبيشي كارلوس غصن أنه تولى بمفرده تدبير خروجه المفاجئ من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر محاكمته بمخالفات مالية وتهرب ضريبي. لم تعرف بعد تفاصيل تخطي غصن للقيود الأمنية اليابانية، بينما ينتظر أن يعقد رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية مؤتمرا صحفيا في بيروت الأسبوع المقبل. واستبق غصن المؤتمر بإعلانه في بيان مقتضب أن ما سماها بالمزاعم بأن زوجته وأفراد آخرين من عائلته لعبوا دورا في رحيله من اليابان خاطئة وكاذبة، مؤكدا أنه وحده من دبر الفرار. وتسلم لبنان الذي لا توجد بينه وبين اليابان اتفاقية لاسترداد المتهمين ما يعرف بالنشرة الحمراء من الانتربول في كارلوس غصن. السيد غصن وصل إلى الأراضي اللبنانية كأي مواطن عادي، النشرة لم تلحظ وجود أي مخالفات من قبله، ليس لدى السلطات اللبنانية سواء الأمنية أو القضائية بحقه أي مأخذ. الحقيقة دخل عبر الحدود كما يدخل أي مواطن لبناني بواسطة جواز سفر قانوني. ولا يمكن لمنظمة الانتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر النشرة الحمراء فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وداهمت السلطات اليابانية مقر إقامة غصن في طوكيو، بينما أوقفت تركيا التي انتقل عبرها إلى لبنان 7 أشخاص من بينهم 4 طيارين يشتبه بتقديمهم المساعدة لغصن. تتواصل حرائق الغابات الدامية في الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، حيث تستعر العديد من الحرائق في الأدغال والمنازل وتتجه نحو شاطئ في بلدة روزديل في ولاية نيو ساوث ويلز. كان العديد من الأستراليين قد اتجهوا في الأيام الأخيرة إلى الشواطئ هربا من الحرائق التي تهدد ممتلكاتهم. وفي ولاية فيكتوريا المجاورة بدأت عملية عسكرية لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الشواطئ. وتسبب حرائق الغابات أو تسببت حرائق الغابات في أستراليا في مقتل 17 شخصا وتدمير أكثر من 1400 منزل وحرق حوالي 5 ملايين هكتار من الأراضي منذ شهر سبتمبر الماضي. وفي أخبارنا أيضا، ولكن بعد أخبار الرياضة نتابع مسيرة الاستلام في مقديشو بعد أيام من تفجير دموي أودى بحياة 90 شخصا. وختام أخبارنا من الصومال، حيث تجمع مئات المشيعين ومسؤولون حكوميون خلال مسيرة سلام في العاصمة الصومالية مقديشيو لتأبين ضحايا التفجير الدامي الذي وقع يوم السبت الماضي وأدى إلى مقتل 90 شخصا. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات ولوحات تدين حركة الشباب الصومالية المتطرفة والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أكد منظم المسيرة أهمية الوحدة في مواجهة التحديات المقبلة. إذن هذه نقطة الختام، دائما تذكير بأبرز العناوين. إيران تتوعد برد ساحق على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية قرب مطار بغداد. واشنطن تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورا. اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي لبحث تطورات الأزمة الليبية، ويحدد مجموعة من الإجراءات لتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري. اجتماع مغلق اليوم لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الساعة الأخبار. نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله.